مرحبا شباب، بعد الغياب الذي دام أكثر من 40 يوم، الحمد لله انتهيت من كل ما كان يشغلني ويبعدني عن القناة، وأنا جاهز الآن للعودة لكم وللقناة ابتداء من اليوم. إن شاء الله سنعود إلى الروتين الذي اعتدتم عليه في القناة، ما بين 3 و5 فيديوهات في الأسبوع على الساعة 8:10 بتوقيت مكة المكرمة. الآن سأحكي لكم باختصار سبب الغياب وأجيبكم على كل التساؤلات التي أرسلتم لي بخصوص هذا الغياب. طبعا قبل ما أغيب شاركت معكم فيديو أخبرتكم أنني سأهاجر إلى بلد جديد وأبدأ هناك بداية جديدة، لكن لم أخبركم بالبلد ولم أطلع عليكم، سأخبركم الآن. البلد الذي هاجرت إليه هو الولايات المتحدة الأمريكية، وقد وضعت لكم منشور على المنتدى أخبرتكم فيه أنني وصلت إلى البلد الجديد وأنني استقريت الحمد لله وكل شيء على ما يرام، وطلبت منكم أن تخمنوا البلد الذي هاجرت إليه، وقلت لكم من سيخمن الجواب الصحيح سأضع اسمه في هذا الفيديو. الآن تحت تظهر لكم أسماء الإخوة الذين كان تخمينهم صح وأجابوا بالولايات المتحدة الأمريكية. الحمد لله وصلت على خير واستقريت وجهزت الاستوديو نسبيا لكي أتمكن من العودة لكم. صراحة لم أتمكن من تجهيز كل شيء أردته في الاستوديو، لكن سأعود لكم ومع الوقت سأحاول تطوير الاستوديو والأجهزة التي عندي. إن شاء الله مع الوقت نطور كل شيء للتحسين من مستوى القناة والفيديوهات، وطبعا محتاج دعمكم في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى، يعني تشجيعكم وتفاعلاتكم ولايكاتكم والردود وكلامكم الجميل تحت الفيديوهات مهم جدا بالنسبة لي لأعود لكم بقوة أكبر من أي وقت مضى. هذا البلد متطور جدا خصوصا من الناحية التكنولوجية، الشيء الذي سيساعدني بإذن الله وإن شاء الله على التطوير من مستواي والمحتوى الذي أقدم لكم إلى أبعد الحدود بإذن الله. وطبعا سأشارك معكم فيديوهات من خارج البيت وكثير مفاجآت قادمة على القناة بإذن الله، ومن الآن استعدوا للرحلة التي سنخوضها معا في هذه القناة لتكبير العائلة ونتجاوز سقف 1,000,000 أخ وأخت في القناة بإذن الله. أجدد شكري وامتناني لوفائكم وحبكم لهذه القناة المتواضعة، وأشكر جزيل الشكر كل من سأل عني أثناء مدة غيابي، صراحة كثير رسائل جميلة جدا على الإيميل والتعليقات وعلى حساباتي في السوشيال ميديا، والله حبكم هذا هو أكبر ربح لي في هذه القناة، جزاكم الله عني ألف خير. تأكد أنك مفعل الجرس وترقبوا عودة الفيديوهات ابتداء من اليوم على قناتكم آيفون تيفي كما أخبرتكم في البداية، 3 إلى 5 فيديوهات كل أسبوع على الساعة 8:10 بتوقيت مكة المكرمة. نلتقي غدا في فيديو جديد، سلام.